حنا كنشوفوا مهديه من الفوق، اذا هنا واد سابو كيصب في المحيط الاطلسي، كنشوفوا شاطئ مهديه ها هو اللي هو قبالتنا اونفاس معنا، وهذا هما الفيلات اللي في جنبه. اذا منظر رائع ومنظر جميل جدا يستحق المشاهده. كيما كتشوفوا منظر هنا جميل، كما كتشوفوا هو منظر جميل جدا. هنا كما كتشوفوا المصب، هذا منظر جميل ممتع يستحق المشاهدة بشاطئ المهدية. كما نشوفوا دابا حنا في شاطئ مهديه، وحنا من الفوق كنطلعوا المحيط الاطلسي، وانفاس ديالنا كاين لابلاج ديال مهديه كما كتشوفوا. منظر رائع. هنا حدانا السكنيات اللي هي عباره عن فيلات كما كتشوفوا، منظر جميل جدا يستحق المشاهدة. مدينة دابا اللي خاوية دابا مكاينش الناس بزاف فيها. في الشارع ديال المهدية الرئيسي، وشارع جميل. إذا كتشوفوا مجموعة من العمارات اللي هي عاد طلعت عاد باقة جديدة طلعت، والساكن اللي هنا فيها رائع جدا. منظر يستحق المشاهدة أكثر من رائع الحقيقة. كنصح أي واحد يجي يزور شاطئ مهدية، الجمالية اللي فيه رائع جدا. كتشوف واحد العمارة جديدة اللي هي طلعت دابا بجانب الفيلات كما كتشوفوا هنا، منظر رائع يستحق المشاهدة. إذا هنا منظر جميل شاطئ مهدية، منظر يغري بالزيارة يعني بالدارجة كاين ما يتشاف هنايا.
هذه هي، هنا نحاول نطلعوا الفوق كتشوفوا كاين حدانا الكامبينغ ها هو هنا في الجنب، نحاول نطلعوا الفوق. شاطئ جميل في مكان جميل، يعني كنصح اي واحد يجي يزور هاد لابلاج ويخيم فيه. في الحقيقة اللي هو اذا كنشوفو كنشوفو هاد النهار هو لابلاج، غادي في جنب لابلاج. دابا كتشوفوا بان هناك بنية تحتية وهناك مجموعة من الشقق للكراء، طريق زوينة، كلشي زوين هنايا، يعني اي واحد يمكن له يجي يخيم بثمن مناسب. مدينة قنيطرة هي مدينة اللي كيعيش فيها اي واحد، كيعيش فيها اللي عنده الفلوس واللي ما عندوش، كلشي كيعيش فيها، نظر خالي فيها. دان مدينة كتجمع جميع أطياف المجتمع المغربي، واللي هي قريبة من الرباط العاصمة الإدارية للمملكة. إذا أي واحد كيجي لقنيطرة راه مكيمشيش، كتعجبو قنيطرة وكيسكن في قنيطرة، لأن مدينة تستحق السكن والزيارة. إذا كتشوفو مجموعة من الشقق للكراء، معدل الكراء فصل الصيف، هذا عبارة عن أوتيل اللي هو كيضم مجموعة من الشقق. إذا المدينة كتستحق الزيارة. إذن كما كتشوفوا هنا مجموعة من الفيلات اللي هي أنفاس معنا. إذا الجهر نحاولوا نمشيو لجهة المرسى، كما كتشوفوا مكان يغري بالمشاهدة. جميل جدا، اي واحد نصحو يجي يشوف هذا المكان. اذا الكومبينغ ها هو كما تشوفوا احنا خلينا هنا، اذا المكان يستحق الزيارة. منظر جميل جدا. اذا هذه مجموعة من الفيلال اللي كتوجد هنايا، مجموعة من الفيلات كما كتشوفوها هي. اي واحد كنصحو يجي يخيم هنا، حتى لو جا وشاف مدينة قنيطرة ربما الرأي ديالو يستقر أنه يسكن هنا. مع ذلك كتعدو شي ارتباطات إما ديال العمل أو ديال ارتباطات اجتماعية تتعلق بالأسرة. إذا المنظر جميل جدا، مازال في قصبة مهدية كيما كتشوف، البنية التحتية جميلة جدا. بغيتنا أنفس معنا المرسى ديال الحوت كما كتشوفو. حنا الفوق كتشوفو حي أليونس مع حي البلدية، كتشوفو من الفوق
يمكن تشوفوا الحركه مستمره وحي جميل كما كتشوفوا. ها هو نشوفوا هذه الواجهه هذه حي مازال عاد جديد والسكن فيه رائع. منظر جميل من الاعلى، منظر جميل جدا. منظر جميل ويستحق المشاهدة. إذا كنلقاو هنا حي أليونس، القصبة، الضوحة. إذا هذه مجموعة من الأحياء الجديدة والسكن فيها رائع. إذا عموما تسمى بمهدية، الحي جميل جدا. هذا الشارع نيشان كيمشي للطريق ديال الرباط، الناس اللي كيسكنوا هنايا يعني الرباط قريب لهم، كيبقى قريب لهم. اذا هاك شدوا الطريق الرئيسيه هما في الرباط، يعني الرباط قريب من هذه البلاصه، الرباط مع سلام عبد القنادر مع السي الطيبي، اذا قريب لهم هذا المكان هذا. اذا السكن هنا فيه رائع وجميل وقريب من كل شيء، حتى شاطئ مهدية اقرب نقطه هي هذه النقطه هذه شاطئ مهدية. الأحياء عموما تسمى بمهدية. ترسل الله.